أعزائي المشاهدين الحلوين الطعمين، أهلاً وسهلاً بيكم في رحلة جديدة من رحلتنا السعيدة. أسرنا وصلوا بسلام وأمان، وهنبتدي بقى نرحب بيهم ونتعرف عليهم ونقول لهم الشروط عشان نبتدي لعبة على طول. نبتدي بالأسرة اللي على اليمين ونقول الأستاذة فيكي. فيكي؟ اسمك فيكي؟ أصلاً اسمك فيكي ولا ده اسم الدلع؟ لا دلع. ده الدلع؟ طب اسمك إيه أصلاً؟ فيرونيكا. فيرونيكا، أوكي يا فيكي، عايزاني أقول لك فيكي، واضح صح؟ ماشي، قولي عندك كام سنة؟ عندي 8. 8؟ ماشي، أوكي. وأختك اسمها إيه؟ جيسيكا. جيسي؟ واسمك ده اسم الدلع ولا الاسم الحقيقي؟ لا ده الاسم الدلع، اسمي الحقيقي جيسيكا. أوكي، أساميكوا أصلاً متدلعة. ماشي يا جيسي. فيكي وجيسي، حاضر. عندك كام سنة يا جيسي؟ 10. 10. بتحبي تعملي إيه بقى؟ بحب أذاكر. تحبي تذاكري بجد؟ أوكي، طب وبتلعبوا رياضة؟ بتعملوا حاجات فنية؟ تحبوا تعملوا أي حاجة من الحاجات دي؟ آه. إيه؟ رسم. رسم؟ وأنتِ إيه؟ جمباز. أنتِ تلعبي جمباز؟ شطارة وحلاوة. ماشي، طيب ماما؟ هالة. هالة، إزيك يا هالة؟ إزي حضرتك؟ عاملة إيه؟ تمام بخير الحمد لله. بتشتغلي؟ لا. ماشي، إيه؟ ربنا يعينك. ربنا يخليك. بابا؟ رامز. رامز. أخصائي كمبيوتر ونظم معلومات. أوكي، أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً. الأسرة دي أصلها من إيه؟ الغردقة. أنتوا جايين من الغردقة؟ طب والله يعني أهلاً وسهلاً بيكوا. بتلعبوا على طول في الغردقة؟ أه على طول صح؟ أنتوا مولودين هناك بتلعبوا بحر بقى وتروحوا جايين وكده صح؟ الله ماشي، هبقى أجي معاكم، ممكن أما أخلص رحلتنا تاخدوني رحلتكم؟ ممكن؟ تنوري طبعا. طيب عندنا الأسرة الأولى تعرفنا عليهم، لأسرة البنات الأمارات من الغردقة. أما نشوف بقى أسرة الأستاذ حمزة. حمزة، عامل إيه حمزة؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ 9. 9. قول لي بقى بتحب تعمل ايه في الحياه؟ بحب العب باسكت. ايوه انت طويل ما شاء الله. وبحب الماء. وضحكتك حلوه قوي. ايوه. عندك اخوات ولا ما عندكش اخوات؟ على حسب. قد ايه؟ على حسب. قد ايه؟ 13 سنه. يا تي ده كبير، اكبر يعني انت الصغنن؟ اه. اوكي، طب انت جايب مين بقى معاك النهارده؟ صاحبتي لينا. صاحبتك لينا؟ ازيك يا لينا؟ الحمد لله. انتي صاحبته منين؟ من المدرسه. من المدرسه. طب وعندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. طب قوليني يا لينا بتحبي تعملي ايه؟ بحب العب. أوه. والون وارسم واروح التمرين. يا ولد عندنا بقى حاجات كتيره قوي، رياضه وفن وحركات. ماشي، جاهزين تبقوا تيم واحد النهارده؟ اه. نايس. ماما مامت حمزة. حمزه. ايوه. نشوه بتشتغلي؟ اعرفيه عن نفسك اكتر. كنت بشتغل دلوقتي لا متفرغه لهم بقى. اوكي، كنت بتشتغلي ايه؟ مهندسه ديكور. نايس، ديكوريشنز بقى وكده حركات. بابا؟ طارق يونس. ايوه. مصرفي. مصرفي؟ بنوك، فلوس. بانكر، فلوس. ايوه عارفاكوا. طيب ما شاء الله. طب انتوا اصلا اسره منين؟ القاهره. من القاهره. اوكي حلو قوي، عندنا اسره من القاهره واسره من الغردقه وجايين كلنا نقضي رحله سعيده مع بعض. جاهزين؟ جاهزين. يلا بقى انا عايزه حماس يا جماعه. جاهزين؟ جاهزين. ايوه كده، الناس اللي جايه من الغردقه دي انتوا ايه، الطريق ولا ايه؟ لا بصحصحي كده، الحمد لله على السلامه. طب يلا بينا على طول. قبل ما ابتدي الاسئله بتاعتي احب اعرف انتوا تعرفوا بعض قد ايه كاسره حلوه جميله مترابطه وجميله كده اهو. فنبتدي برامز، اساله على فيرونيكا واساله على احلى لون فيرونيكا بتحبه. الاحمر. الاحمر يا فيرونيكا؟ ماشي. بابا بص له كده ليه؟ بفتكر. بتفتكر الكابتن بتاع حمزه في النادي اسمه ايه؟ اسمه عبد الله. بجد؟ اسمه اسمه ايه؟ كابتن محمد. كابتن محمد؟ كنت اقول محمد والله. هي اي حاجه. الله، انت ما بتروحش تمارين خالص يا بابا؟ بروح والله. ماشي اوكي. ماما قولي لي مين اكتر واحده صاحبه جيسي في المدرسه؟ هما اتنين. واحدة اسمها لوجي وواحدة اسمها لوجينا. لوجي ولوجين؟ انتوا كام واحدة أصلاً في الكلاس؟ لا كتير. كتير؟ ماشي أوكي. ماما حمزة إيه أكتر حاجة بيحب ياكلها في الحياة؟ البرجر. برجر ها؟ أي وقت بقى. ماشي أوكي. قولي لي يا فيكي مين أكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ محمود. محمود؟ محمود مين يا رب؟ زميلي في الشغل. أوكي. هي عارفة محمود، أوكي. حمزه اسالك على لي، قول لي لينا مين اكتر بنت بيست فريند صاحبتها جنة. في المدرسه؟ جنى. ايوه برافو، انتوا اصحاب بجد، ده انتوا تقابلوا في البريك. ماشي
ماما قولي لي يا ماما ايه اكتر حاجه بتضايق فيكي من جيسي؟ لما تعلي صوتها تتكلم مين بصوت عالي. بيعلي صوته على التاني؟ يعني لما جيسي تتكلم بصوت عالي او تزعق فيها فبتضايق. لا بتتكلم بصوت عالي ولا تزعق فيها؟ يعني في تلك الحالتين يعني بتحبش يعني الصوت العالي. الصوت العالي. رايقه انت قوي يا فيكي والله رايقه. رايقه قوي ماشي. طيب نسال حمزه قول لي بابا شغله فين؟ في البنك. ايوه البنك ده مكانه فين في مصر؟ بجد؟ لا معرفش. أسرة مترابطة مترابطة يعني ما قلتلوش ولا مرة أنا نازل رايح. بقول له بس هو بينسى. طب فين قول له؟ معادي. معادي. طيب ماشي. طب إيه رأيكم نبتدي أسئلتنا على طول؟ حلو كفاية تعارف كده عشان أنا حاسة بإيه؟ مش عايزين نتفضح أكتر من كده في ترابط أسري رهيب هنا. فتعال نبتدي على طول بقى الأسئلة بتاعتنا والأسئلة بتاعتنا مكونة لثلاث أجزاء. أنا مين أو أنا إيه الأسر كلها بتشارك؟ وبعدين المرحلتين التانيين صح وغلط واختيارات الأطفال الحلوين هما اللي بيجاوبوا ما عرفتوش تجاوبوا هتختار وسيلة مساعدة. جاهزين؟ ماشي نبتدي على طول بالأسرة بتاعت فيكي وجاسي. يلا بينا. نحات مصري شهير أهم أعماله تمثال نهضة مصر. خمسة ده ما ينفعش نفكر فيه أصلاً. أربعة معقولة؟ الغردقة نسيتكو. ثلاثة بجد؟ اتنين واحد محمود مختار. اخس ينفع كده؟ لا 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 لا. ماشي نركز. كاتب وأديب مصري من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية. من أهم أعماله مسرحية أهل الكهف والأيدي الناعمة. أيوة قولي. لا معرفش. إيه ده أمال إيه الابتسامة الحلوة دي خدتها ليه؟ لا مفيش مفيش. إيه ده؟ مفيش والله. خمسة ما ينفعش نفكر فيه برضو. أربعة ده سهل قوي. الأيدي الناعمة يا جماعة. ثلاثة اتنين واحد توفيق الحكيم. ايه ده بقى ده احنا لسه ما صحيناش خالص. طب هما جايين من الغردقة انتوا ايه؟ مش كده. طيب احد اهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية العربية من اهم اعماله ليالي الحلمية. ما ينفعش نفكر خالص. معقولة يا جماعة هزعل قوي. خمسة أربعة ليالي الحلمية. ثلاثة احنا عارفينه في ليالي الحلمية. انتوا عارفينه أكيد. عارفين الأجزاء كلها. الناس كلها عارفاه. واحد قولوا مين؟ أسامة أنور عكاشة. طبعا 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 الكاتب الكبير السيناريست أسامة أنور عكاشة. اخص عليكوا اخص. الدنيا كنت هقولها بس بوينت ليهم. مؤلف موسيقي وعازف بيانو مصري ويعد من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر ومن أشهر مقطوعاته أدية عم أحمد. عمر خيرت. طبعا أوكي تو بوينتس هنا. ماشي أنا عاصمة البحرين. إيه مش أنت شاطر في الجغرافيا دي؟ أنت وأعمل أي حاجة. أنتوا عارفينها صح؟ أنا عارف. خمسة البحرين. الأسرة دي إيه؟ أربعة مفيش خالص. تلاتة والله الغردقة أنا عارفة. اتنين من الغردقة واحد نسيتوا كل حاجة. قول المنامة. طبعا شكرا جدا. تلات بوينتس ينفع كده. عاصمة كينيا. دي سهلة دي. كينشاسا. لا خمسة نيروبي. ايوه برافو برافو. أربعة حلوة قوي ماشي. طيب نصحصح احنا محتاجين نصحصح. الأمل فيك يا فيكي تعالي. منافسة قوية جدا. سباحة وغواصة. ريدي ستيدي جو. يلا شلالينا. يلا بقى. ايه ده فين التشجيع؟ شلالينا. فين التشجيع؟ ما بنشجعش ليه؟ انتوا اصحوا شوية. لينا 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 لينا. يلا يا فيكي. لينا 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 لينا. شفتي طنط مامة حمزة بتشجعك بقلبها. لينا يلا يا فيكي. دوروا كويس يا بنات. لينا شاطرة جدا بتعوم. سباحة والله. سباحة يا بنتي والله. عمالة تعمل كده وكده وكده وإيه؟ يلا يا فيكي. يلا يا لينا. مين هتجيب الكرة الأول؟ أشطر بنات والله. يا فيكي انزلي تحت بصي. هي الكرة ممكن تبقى هي مش ممكن ده أكيد الكرة أكيد تحت أكتر. الكرة تحت أكتر. غوصوا أنتوا لابسين نظارات. يلا يا فيكي. ها طب دوروا على الأطراف. خشي على الأطراف يا فيكي كده. خشي كده. يلا يا لينا. أيوة أيوة هنلم الكور دي بعدين مش مهم. أيوة يا فيكي. يلا يا فيكي. دوري كويس يا فيكي. إيه لقيتيها ولا إيه؟
يا بيكي ايه ده؟ بتقولي ايه مش سامعه؟ لقيتيها؟ ده حماس ده ولا بتقول ايه؟ حماس اه ماشي. مش مصدقه نفسها. يلا كرة زرقاء. ايه ده؟ لينا ساتره والله يا لينا جدا جدا جدا. عايزين نركز في اللي جاي، اللي جاي ده البنات الصغننين والاستاذ حمزه ولينا بس اللي هيجاوب، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده، اوكي؟ صح وغلط. سهله قوي بقى. من فوائد السفر تعلم لغات البلاد التي يسافر اليها الانسان ومعرفه عادتها وتقاليدها، صح ولا غلط؟ صح. طبعا صح، شكرا. شراء فرو الحيوانات يشجع الطامعين على استمرار صيدها فتتعرض للانقراض، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا يا حموزي. تطل مصر من الشرق على البحر المتوسط، من الشرق على البحر المتوسط، صح ولا غلط؟ صح. اتفقوا بسرعة، أخد إيه؟ غلط؟ غلط طبعًا، ماشي. الطاقة هي القدرة على بذل شغل، صح ولا غلط؟ صح يا لينا طبعًا، لسه عاملة طاقة دلوقتي، أوكي. مضاد كلمة دولية عالمية، صح ولا غلط؟ صح. مضاد كلمة دولية، ركزي ركزي في السؤال، مضاد كلمة دولية عالمية؟ غلط. غلط؟ أمال إيه؟ إيه اسمها إيه دي؟ مرادف. مرادف. أيوة ماشي. أنا فاكراها بس. ومضاد إيه؟ مضاد كلمة دولية إيه؟ كلمة. الكلمة إيه؟ الكلمة إيه؟ دلوقتي؟ آه دلوقتي إيه دلوقتي؟ أنا بقول لك هنا مش دلوقتي، محلية. 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 الاثنين دلوقتي؟ الله ماشي. مضاد كلمة أرباح مكاسب؟ غلط. غلط، دي مرادف صح؟ ماشي. طب مضاد إيه؟ أرباح، كسبنا، يبقى إيه؟ خسرنا. خسائر. خسائر. برافو، ماشي. المهمة التانية، تعالى حموزي. تعالي يا جسمي. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. جاهزين يا أبهات؟ جاهزين. جاهزين تشجعوا يا أمهات؟ جاهزين. طب والإخوات والأصحاب؟ يلا ريدي ستدي جو. امشي يا جيسي على طول زي ما انت. تعالي شمال. شمال. شمال يا جيسي. شمال. 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 تاني خطوة. خط... لا تاني شمال. شمال وانت تاني شمال. امشي على طول. امشي على طول. شمال. يمين. يمين. شمال. يمين. بس زي ما انت امشي على طول. شمال. برافو. تعالي شمال. 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 ما تعملش حاجة. شمال. زينا تاني. شمال. بس امشي على طول. برافو. برافو يا جيسي. يمين يا جيسي. يمين. لا ما تعملش. يمين بس. يمين بس. يمين. ايوه تعالى ايوه امشي على طول يا حبيبي. برافو. سنه شمال. شمال. سنه شمال على طول بس. على طول. جيسي. جيسي كسبت يا حموزه حبيبي. بس شاطر والله، كانوا بيسمعوا كلام باباهم بالملي وعشان كده شاطرين جدا 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 جدا. هات العين. ايوه يلا تعالي. برافو يا جيسي، سمعت كلام باباها بالملي. اتفضلي. نخش بقى على اللي بعده اللي هي الاختيارات، وبرضو الحلوين الصغارين بس هم اللي بيجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل المساعده، اوكي؟ يلا. منتخب كسب كاس العالم سنه 2018 كان منتخب ايه؟ المنتخب الفرنسي ولا الروسي ولا الايطالي؟ الايطالي؟ اكيد؟ اخر كلام. ايطالي؟ غلط، الفرنسي. انتوا؟ انت حموزي. اللاعب البرازيلي الشهير نيمار بيلعب دلوقتي في نادي ايه؟ مانشستر، ليفربول، باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان طبعا. اوكي. ماث بقى، ماث بقى. قسم مروان 20 قلما بالتساوي على 5 من اصدقائه. كده كل صديق اخذ 10 ولا 8 ولا 4 اقلام؟ 4 اقلام. برافو. ايوه كده ماشي، شطاره. اشترى عادل 5 علب عصير، سعر العلبة 6 جنيه، هيدفع كام للبائع؟ في أدوات؟ اه 20 30 40. 40. انتوا حسبتوها؟ انا هحسبها. يلا احسبها، انا مستنياك تحسبها. 30. 30. برافو ماشي اوكي. الفحم من مصادر الطاقة المتجددة ولا الغير متجددة؟ الفحم؟ اه متكددة. متكددة ازاي بقى؟ غير متكددة خالص خالص يعني. ماشي.
شراء الهواتف الذكية باهظة الثمن من الحاجات الأساسية ولا الغير أساسية؟ غير أساسية. أيوة كنت تقولي الأساسية الحمد لله لحقك الحمد لله. غير أساسية خالص دلوقتي بالذات يا لينا عشان نبقى واضحين يعني. طيب بكده نكون خلصنا أول فقرة وصحصحنا دماغنا شوية، مش متأكدة من الأسرة دي، بس يلا بينا نصحصح بقى أجسامنا ونشوف كلنا هنعمل إيه عن التوازن. جينا بقى للعبة التوازن وهنشوف الأسرتين الحلوين هيعملوا إيه معانا وهيصحصحوا ولا لأ. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا على طول تعالي يا أستاذة فيكي. هنشوف بقى. يلا عدي يا فيكي، عدي يا فيكي وأنا هوقعك عادي. أوكي؟ مش هنشجع فيكي ولا إيه؟ مش هنشجع فيكي ولا إيه؟ فيكي فيكي كمل كمل ركزي يا فيكي كمل. يلا يلا يا فيكي. برافو يا فيكي. برافو يا فيكي. والله برافو بجد. برافو برافو فيكي. تعالي رايحة فين؟ هترجعي تاني. أيوة فيكي بتشيل صواني في البيت. ها؟ أيوة أيوة شاطرة متعودة. أنا بفقع أي حاجة. برافو يا فيكي. برافو يا فيكي. بالراحة يا فيكي. بالراحة يا فيكي. فيكي يا جماعه انتوا ما تشجعوهاش خالص وهي هتقع دلوقتي. هتقع في حضني. هتقع دلوقتي. هتجيلي هنا مش هتيجي. برافو فيكي. ايوه كده. يلا جيسيكا يلا يا جيسي شجعوا جيسي وانا بوقعها. شجعوا وانا بوقعها. لا 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 ايه يا جيسي افردي ظهرك افردي ظهرك افردي ظهرك وانت ماشيه وبصي قدامك. برافو دي نصايح كلها يا بنتي. هتقعي هتقعي. ركزي ركزي افردي ظهرك. يا بنتي افردي ظهرك. يلا برافو. يلا ارجعي. لا ما تقعيش من على السلم. افردي ظهرك كده وانت ماشيه اهو كده اهو كده اهو. برافو برافو يا جيسي. عايزه جيسي. لا 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 يا جيسي. برافو حاسي جيسي. برافو يا جيسي. جيسي حاسبي. كملي. برافو والله. برافو يا جيسي. برافو ماما بتشجعك بقى. تعالي يا ماما. يلا 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 يا ماما. هنشجع ماما؟ يلا يا ماما. ايه يا ماما بقى؟ لا 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 والله شاطرة وبتشيل صواني برضه. صح ولا ايه؟ ما انا يتكلم يركز. يتكلم يركز. لا تتكلمي وتركزي وتشجعه وتشجعه. بتشيلي صواني في البيت كتير؟ فانت ايه ايه؟ مامي. ايه؟ هتقعي ولا ايه يا ماما؟ طب بقول لك يردي عليا بجد. نعم. عيب كده ما بكلمك. نعم. انت ايه بتشيلي صواني كتير في البيت؟ اكل بقى. حلو قوي. ارجعي بقى يلا. ارجع؟ ارجعي طبعا. اكل بقى وحاجات بقى فعادي يعني. فالموضوع مش هنا خالص يعني. طب هو 2 في 2 بكام؟ ب4. برافو. و3 في 3 بكام؟ شفتي يا مامتي كده؟ ب9. ب9 و6 في 6؟ 36. ايوه و6 في 6 36. ماما هتقع ولا مفيش حاجة؟ ما بنشجعش ماما. مفيش أي. أنا بحاول أوقع ماما وأنتوا مفيش وماما ثابتة. برافو. هنشجعها ما توصل. ايه طب شجعها عشان توصل. برافو 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 يا ماما. خلاص فاضل لك حته صغيره. اوعي إيه تقعي بقى. برافو. انا اللي بشجع ماما. يلا يا ماما. 6 في 6 بكام؟ رامز بكام بقى؟ بكام؟ 36. مش سامعه حضرتك. رامز. و9 في 9 بكام؟ 9 تسعة في تسعة بكام؟ تسعة في تسعة بكام؟ اوكي. تسعة في تسعة بكام؟ 49. بكام؟ لا لا مش مش سامعة بجد. مش سامعة. مش سامعة حضرتك. مش سامعة. مش سامعة. والحمد لله. مين هيشجع لينا؟ لينا لينا لينا. ايوه
يلا لينا. يلا يا لينا انا وقعك وانت امشي عادي. لا 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 لسه بقول واثقه في لينا، لسه بقول واثقه في هتيجي في حضني ولا ايه؟ ايه ده 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 كورتين وقعوا من لينا. كورتين مش مهم بس كملي. كورتين وقعوا من لينا بيقول لك مش مهم. يلا حبيبتي ركزي يا حبيبتي بيقول لك برافو لينا. يلا يا لينا. يلا حمزه بيشجعك بقلب. وقعت كمان، وقعت تاني، وقعت تاني كور، برافو، وقعت تاني تاني كده اربع كور. يلا معلش بس عد. يلا يا حموزي. حمزه حمزه بقى ايه احنا حافظين مش فاهم. الله كره كمان وقعت. ايه يا حموزي؟ ايه يا حموزي؟ احسن. ايه يا حموزي؟ شاطر. حموزي برافو. لا 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 برافو. ايه ده والله برافو. ايه ده شاطر. كنت هتقع. يلا برافو حمزه. برافو يا حمزه. حمزه هوقعك انا بقى. برافو. هوقعك انا بقى ولا ايه؟ برافو. ولا هتكمل ولا ايه؟ والله برافو برافو برافو. يلا اهو احنا صاحبتك جدا اهو. شفتي احنا بقينا اصحاب وبقينا حلوين وبقينا داعمين. ماما شاطره مش محتاجه اي حاجه. مش محتاجه اي حاجه. يلا يلا يلا. الله الله. هو 6 في 6 بكام؟ 36. ايوه ده حافظ ماما اهو. برافو. تعالى يا بابي. المصرف كله بيتفرج عليك دلوقتي. والله. ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ لو وقعت اقعد الناحيه الثانيه. ايه ده بقى؟ برافو. برافو يا بابا. ايه ده ما بتشجعوش بابا ليه؟ قعد بيشجع ليه؟ انا قعدت اشجع. ده قعد يشجع كتير قوي الراجل بصراحه. بابا. لا 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 لا. سوري سوري عادي بتحصل بتحصل دي بلاستيك عادي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. بتحصل 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 الحمد لله الحمد لله. كل واحد موجود ونكمل الرحله عادي جدا. تعال نروح هنعمل ايه؟ شوف هنعمل ايه في الفي ار يا راجل. جينا بقى للفي ار وهنشوف الاستاذ حموزي هيعمل ايه معانا النهارده في الفي ار. بتلعب في ار اصلا يا حمزه؟ لا اول مره. طب بس عرفت بتلعب ازاي؟ وفهمت الجيم؟ هنشجع حمزه. يلا بينا يا حمزه دوس بلاي ونبتدي الجيم على طول. احمر مع احمر، ازرق مع ازرق. برافو. اخبط ما يهمكش. ايه يا ابني الثبات ده؟ برافو برافو والله. حسن. ماشي ايوه كده. برافو. يا سلام مقاتل يا جماعه. انتوا ليه ما بتشجعوهوش؟ حمزه مامتك براود قوي بس في صمت مش عارفه ليه. برافو حمزه. بابا بيعرب عن انبساطه. يا ماما حمزه. برافو 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 برافو. لينا بتشجعي حمزه ليه؟ برافو حمزه. برافو برافو. يا ولد ايه يا ابني ده؟ الله اكبر. ايه الشطاره دي؟ مقاتل والله محارب صغير. برافو حمزه. برافو يا حموزي. عارف لو رجعت ورا سنه ايوه كده هتلقطهم احسن. برافو برافو. بيعملها ولا ايه؟ بيكسب 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 بيكسب. ها يكسب. مش ممكن. فخور بيا انا كمان. الله 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 الله. برافو يا ولد. ايوه حلو قوي الكلام ده. مش ممكن مش ممكن يا جماعه. برافو يا حمزه. الله يا حمزه. الله 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 من كل حته بس. برافو حمزه شطاره حلاوه طعام لذيذه. برافو يا حمودي. بنلعب من الفريق الثاني. هنشوف جيسيكا هتعمل ايه ونبتدي على طول. يا جيسي يلا دوسي. برافو. يلا يا جيسي وريني بقى التأني. ايوه يا جيسي ايوه يا جيسي. مش بنشجع جيسيكا ليه؟ جيسي. الاسره دي جيسي. مش ممكن. برافو يا جيسي. مش انا بحب في الرحلات بتاعتنا الاسر تبقى مصحصحالي كده. برافو يا جيسي. ايوه كده.
صحصحولي كده. برافو يا ميسي. ايوه الصمت في الرحله مش مفيد والله. طل... برافو يا جيسي. وانا هقعد ابص لكم عشان تشجعوا. يلا يا جيسي. برافو يا جيسي والله شاطره البنت. معلش عادي. برافو عليك يا جيسي. اه بتيجي في وشك. ما انت تضربي قبل ما تيجي في وشك. تري من هنا روحي كده. ويلا لا 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 لا. وتحاسبي بقى. وتحاسبي كده. ايوه كده. الله لا لا لا. اه ماشي كنت هتتخفي. يلا برافو. برافو يا جيسي. الازرق مع الازرق والاحمر مع الاحمر. ايوه برافو. ايوه كده. الله يا بنتي الله. واقفه مقاتله. تعالوا لي. طب ما تستنيش يجولك فاهمه عشان ايوه عشان ده اللي بيحصل حالا كنت هقول لك. ما تستنيش يجولك عشان بيتدافعوا فجاه ويتكتفوا وتلاقيهم جايين لك من كل حته كده. برافو والله برافو. كنت مركزه وايه. اه ارجعي ورا ارجعي ورا ارجعي ورا سنه. اسمعي كلامي وارجعي ورا ارجعي ورا سنه. ما تخافيش انا واقفه. ما تخافيش ارجعي ورا يا سنه. ايه ده ايه ده بنتي شفتي ايه ده بقى ايه ده بقى ايه ده بقى ايه ده بقى. كسبت برضو وعدت الليفل بس الليفل بتاع حموزي كان اعلى بس عادي. برافو شاطره. ما تقلقيش انت في ايد امينه جدا جدا جدا. تعالوا نروح نسمع حدوته حلوه ونروق كده ونرجع نكمل العابنا الحلوه مع جيسي الحلوه واختها فيكي والاستاذ حموزي والاستاذه لي. يلا اهلا بكل اصحابي في الرحله السعيده واصحابي اللي معايا النهارده. والنهارده يا اصحابي هنحكي حكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده هنروح فيها المكان مش كتير من اصحابي يعرفوه او زاروه، بس مش هروح لوحدنا، هنروح مع حبيبه واميره. حبيبه واميره بنتين اصحاب في نفس الفصل وكمان ساكنين في نفس الحي. هما الاثنين كانوا دايما سوا. اميره شاطره بتلعب رياضه بتلعب موسيقى، وحبيبه نفس الحكايه وكمان حبيبه بتقرا وبتعزف موسيقى. لكن من اول ما اميره بقى معاها الموبايل ما بقتش زي زمان مع حبيبه. المدرسة أعلنت عن رحلة لمحمية طبيعية، وده المكان اللي أنا قلت لكم هروح مكان جديد. يعني إيه محمية؟ يعني في كتير من الطيور أو الزواحف. الزواحف دي اللي هي زي التعابين وزي السلاحف وزي الحاجات اللي بتمشي كده على الأرض بتزحف، بنقول عليها زواحف. لما بنلاقيهم عددهم قل قوي وعايزين إن إحنا نحافظ عليهم بنحطهم في مكان نحميهم، عشان كده اسمها محمية. نحميهم ونحافظ عليهم. والمكان ده ممكن يبقى في الصحراء في حته بعيده وممكن نروح نزورهم نتفرج عليهم. المدرسه اعلنت عن الرحله وكل البنات بقوا فرحانين انهم هيشوفوا مكان جديد ومكان غريب عمرهم ما فكروا ان هم يزوروه. يعني احنا كتير بنروح نزور مثلا جنينه الحيوانات. في حد فينا راح جنينه الحيوانات؟ انا بنتبسط وبنشوف الحيوانات في قفصها، لكن المحميه دي بتبقى حاجه في مكان بعيد قوي صعب ان احنا نروح لوحدنا. بداوا كل البنات في الفصل يستعدوا للرحلة وكل واحدة تشوف إيه اللي ممكن تاخده معايا في الرحلة. إحنا لما بنيجي بقى رايحين رحلة إيه الحاجات أول حاجات بنقول لأ لازم ده يبقى معانا في الرحلة؟ إيه أول حاجة؟ إيه؟ المية طعام. الماء. أيوة المية والطعام والمية. جميل. إيه كمان؟ والمناديل. حبيبة بقى عملت زيك وحطت كل الحاجات دي، بس كمان حطت حاجات تانية. تعالوا كده نشوف ايه اللي حطيته حبيبه في الشنطه. تحبوا تعرفوا ايه اللي حطيته حبيبه في شنطتها وهي رايحه الرحله؟ ايوه. حبيبه بتحب تعزف موسيقى وبتاخد دروس في العزف على الموسيقى، فحطت معاها الاله اللي هي بتحب تعزف عليها، وقالت الطريق للمحميه اللي احنا رايحينها في الصحراء هيبقى طويل، فممكن اعزف في الاتوبيس على الاله بتاعتي وممكن اصحابي وممكن المدرسين اللي معانا يتبسطوا من صوت الموسيقى. احنا لو قاعدين في اتوبيس او في عربيه ورايحين رحله مش نحب كده والطريق نتسلى نسمع موسيقى مثلا؟ أيوة. بتسلينا كده وبتخلي كده الوقت يمر بسرعه. فعلا حبيبه برضو فكرت في كده. تاني حاجه بقى اخدتها حبيبه بقى يا اصحابي ومهمه جدا، انها جابت كتاب عن الطيور والحيوانات عشان تعرف المكان اللي هي رايحاه الطيور والحيوانات اللي فيه اساميهم ايه، طباعهم ايه، بيعيشوا ازاي، بياكلوا ايه. مهم قوي لو جينا رايحين رحله لمكان ان احنا نقرا كويس قوي عن المكان ده عشان لما نروح يبقى عندنا فكره المكان ده اتبنى امتى، ايه اللي حصل فيه، ايه الحاجات اللي بتميزه عن الاماكن التانيه. وده اللي عملته حبيبه. طول الطريق بقى في الاتوبيس كانت شويه تقرا وشويه ايه تعزف على الموسيقى وشويه تاكل مفيش مانع، شويه برضو كده تريح شويه كده. لكن تفتكروا اميره
طول الطريق بقى كانت بتعمل ايه؟ قاعده بتعمل ايه اميره؟ قاعده على الموبايل، قاعده تبص في الموبايل، مش شايفه اي حاجه حواليها. مهم كمان يا اصحابي لما نيجي رايحين رحله نتفرج على الطريق من شباك الاتوبيس او العربيه، نشوف الطريق فيه ايه، لان دي حاجه مسليه جدا. طول الطريق بنعدي على اماكن زراعيه، بنعدي على صحراء، بنعدي على مناطق يمكن ما تجيش الفرصه ان احنا نشوفها تاني، عشان بعد كده نفتكر المناظر دي. ولما نرجع من الرحله يا ريت نكتب كل حاجه شفناها في الرحله، لان دي ذكريات جميله ممكن بعد شويه نرجع لها ونفتكر اليوم ده كان جميل ازاي ومر ازاي. اتفقنا؟ اتفقنا. اول ما وصلت الرحله والاتوبيس لحد المكان اللي هم رايحينه للمحميه، مس رحاب المدرسه بتاعتهم نزلت من الاتوبيس وجمعت البنات وقالت لهم انا معايا صفاره، اول ما هصفر كلكم تيجوا عندي هنا عشان ما حدش فيكم يبعد عن المكان المسموح اللي احنا هنتحرك فيه. في اماكن خطر خلوا بالكم، ما حدش يمشي لوحده ابدا. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط. لما نروح رحله لازم كويس قوي نسمع كلام المشرفين اللي معانا، اللي يقولوه لازم نلتزم بيه، لان هم في النهايه عايزين مصلحتنا. كلهم قالوا حاضر يا مس رحاب، احنا كلنا هنلتزم بالتعليمات. بدأوا بقى يتفرجوا على الحيوانات اللي موجودة في الصحراء. احنا عارفين أكتر حيوان بتشوفه في الصحراء هو إيه بقى؟ جمل. الجمل. الجمل ده دايماً بنشوفه في الصحراء، حتى لو احنا مسافرين في مكان بنعدي على صحراء ساعات نلاقي جمال واقفة لوحدها كده. أيوة. برضو في حاجات كتير جداً، زواحف كتير في الصحراء، في غزلان ساعات بتبقى موجودة في الصحراء. المكان كان الحقيقة جميل وجديد ومبهر. يعني إيه مبهر؟ يعني خلينا كده بنتفرج وإحنا مستغربين مبسوطين. حبيبة عمالة تتفرج وتقرأ في الكتاب وتشوف بقى ده كان مكتوب كذا على الجمل، صحيح أهو، ده كان مكتوب كذا على التعبان، ده كان مكتوب. يعني قاعدة تتفرج على الصور اللي في الكتاب وتشوف الصور دي بقى على الحقيقة لما إيه؟ تشوف الحيوانات على الطبيعة. فجأة قالت الله، أميرة فين؟ فين أميرة؟ أميرة مش لاقيينها. راحت فين أميرة؟ تنده عليها يا أميرة يا أميرة، محدش بيرد. يا أميرة، لا أميرة راحت فين وإزاي مشيت لوحدها؟ إزاي ما سمعتش كلام مس رحاب؟ قالت محدش يتحرك لوحده. طب أعمل إيه دلوقتي؟ قلقانة على صاحبتها وعايزة تنقذها، بس في الوقت نفسه مش عارفة تتصرف إزاي. عارفين عملت إيه؟ إزاي بقى هتقدر تعرف حبيبة راحت فين؟ هما كلهم واقفين في مكان واحد بيتحركوا فيه. بدأت تبص لبعيد شوية عن المكان ده وتبص الآثار للأقدام على الرملة، لأن إحنا ما بنمشي في الرملة بيبقى الأثر بتاع القدم بتاعنا محفور في الرملة. فبدأت كده إيه تبعد شوية عن المكان اللي هما فيه، فضلت تمشي تمشي تمشي، وفجأة من بعيد لقت كده إيه خيال حد، عرفت إنه مين ده؟ أميرة. يا أميرة، جريت 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 بسرعة، لقت أميرة ماشية حاطة إيه في ودانها؟ السماعة. عشان كده مش سامعة أي حاجة خالص، مس رحاب تصفر في الصفاره وهي مش هنا خالص. ايه يا اميره ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ قالت لها ايه؟ انا عملت ايه؟ قالت لها انت مش سامعه؟ قالت لها لا مش سامعه، هو في ايه؟ قالت لها في ايه؟ انت بعدتي خالص خالص خالص، ودلوقتي يعني كلهم هيبقوا قلقانين ومش عارفين انت روحتي فين، وانا كمان دلوقتي بقيت معاكي ومش هنعرف نرجع لوحدنا، هنعمل ايه؟ طب وده كلام، هي اتصرفت صح ولا غلط؟ صح. هي اتصرفت صح، انا عايزه ادور على صاحبتها، بس في الوقت نفسه ممكن مس رحاب تزعل منها. هم واقفين كده بيتكلموا يا أصحابي، وفجأة لقوا مين بيقرب منهم؟ تعبان. يا خبر، إيه ده؟ تعبان. أميرة قالت لها الحقي الحقي أميرة، بصي مين بيقرب مننا. أميرة بسرعة قالت لها بس، وراحت نازلة على الأرض وجايبة من على الأرض إيه؟ زلطتين، وراحت خبطهم في بعض جامد جامد قوي، طلعوا شرارة من إيه؟ من النار. فجأة لقوا التعبان ده بيجري بيهرب بيهرب ويبعد عنهم. أميرة قالت لها إيه ده؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ قالت لها قريت في كتاب وشفت فيلم عن الإنسان الأول اللي هو الإنسان في العصر القديم قوي، واكتشاف النار، وإزاي النار دي لما اكتشفها الإنسان الأول قدر بقى كده يعمل الطعام بتاعه، وقدر إن هو يكتشف حاجات كتير بعد ما اكتشف النار، لأن النار دي كان الاكتشاف الأول اللي الإنسان الأول في الطبيعة قدر يوصل له لما خبط حجرين في بعض. ياه، طب انت عرفتي بقى يا حبيبه المعلومات دي كلها منين؟ قالت لها قريت في كتاب عن الاكتشافات، اول اكتشافات صنعت الحضاره زمان،
وكمان اتفرجت على أفلام علمية كتير أنا بحب أشوفها عشان أتعلم معلومات تفيدني في حياتي. قلت لها والله برافو عليكي، أنا مش عارفة من غير ما أنت كنت خدتي الزلطتين دول كنا هنعمل إيه. شوية نسيت أميرة بقى اللي حصل ومسكت الموبايل، قلت لها تعالي تعالي أفرجك، أنا حطيت نغمات كتيرة قوي 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 على الموبايل بتاعي. بصي، داست أميرة على زرار في الموبايل عمل صوت الخروف. صوت الخروف كان عالي قوي، لأن الصحراء احنا عارفين الصوت فيها بيبقى الصدى بتاع الصوت. أيوة أيوة. صوت الخروف كان عالي، فجأة لقوا مين بيجري عليهم؟ الديب. مين؟ افتكروا خروف حقيقي وجاي بسرعة عشان ياكله. قلت لها الحقي احنا خلصنا من التعبان، جالنا الديب. ايه ده؟ حبيبة قلت لها بس هاتي الموبايل. بسرعة حبيبة داست على الموبايل على نغمة ايه؟ نباح الكلب. الديب أول ما سمع صوت نباح الكلب عمل إيه؟ طلع يجري. قالت لها الله، إيه؟ إيه اللي حصل يا حبيبة؟ أنت عارفة كل حاجة؟ عرفتي منين الحاجات دي؟ قالت لها عرفت كل الحاجات دي، وفتحت كده شنطتها من الكتاب ده. الكتاب ده فيه معلومات عن الطيور والحيوانات وإزاي إحنا نحمي نفسنا لو في أي موقف لقينا نفسنا في خطر. كمان بيورينا إيه الحاجات الصغيرة اللي ممكن نعملها، اللي لو حيوان هاجمنا ممكن ندافع عن نفسنا من غير ما نمسك سلاح ولا من غير ما نأذي نفسنا أو نأذيه. فعرفت إن الذئب بيخاف من صوت الكلب وبيخاف من الكلب، فصوت الكلب اداله إحساس إن في كلب هنا موجود في المكان. يا خبر، يا حبيبة، ده أنت شاطرة قوي، كل ده عرفتيه منين؟ قالت لها من الكتب اللي بقراها ومن الأفلام اللي بتفرج عليها. طيب حلوة قوي الحمد لله، بس دلوقتي في مشكلة كبيرة جداً يا أصحابي. هي هيرجعوا إزاي؟ على أثار الأقدام. هيرجعوا إزاي؟ وإزاي هيعرفوا المكان اللي كانوا فيه؟ على أثار الأقدام. على أثار الأقدام ممكن يشوفوا. والمدرسة عايزة تروح لهم. مس رحاب دلوقتي بدأت تقلق وتصفر، الوقت كانت بنت واحدة ضايعة بقوا بنتين. سكتت كده حبيبة وقالت لأميرة أنا عندي فكرة، بس الفكرة دي يا رب يا رب يا رب تنجح وربنا يساعدنا. عارفين عملت ايه؟ طلعت من الشنطة الآلة الموسيقية اللي كانت بتعزف عليها طول الرحلة، وعزفت نفس اللحن اللي كانت بتعزفه، وقعدت تقول يا رب يا رب الريح توصل صوتي لحد ما تسمعوا ميس رحاب وتعرف احنا فين، يا رب يا رب. قعدت تعزف قعدت تعزف قعدت تعزف، وفجأة الصوت الريح وصلته واحدة 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 لحد فين؟ الله، ميس رحاب والبنات واقفين سامعين يا بنات؟ قالوا لها يا ميس سامعين. قالت لهم ايه ده؟ قالوا لها ده الصوت اللي كانت بتعزفه حبيبه طول الطريق واحنا ماشيين في الرحله. هو فعلا. طب يلا بسرعه كده ايه واحده واحده نمشي ورا نغمات الصوت اللي جايه لنا من الريح. ايوه سامعين الصوت يا بنات؟ طول ما هي مش قولها سامعين يا ميس، سامعين يا بنات، سامعين يا ميس. واحده 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 لحد ما وصلوا فين؟ لأميرة وحبيبة. عند حبيبة وأميرة. الحمد لله الحمد لله، ميس رحاب عرفت تلاقينا، بس زمانها زعلانة قوي دلوقتي مننا. ميس رحاب قالت ليه كده؟ ده الكلام اللي اتفقنا عليه؟ ده الكلام يا أميرة اللي احنا اتفقنا عليه؟ احنا قلنا ايه؟ أميرة قالت لها أنا أسفة، أنا أسفة جدا. وانت يا حبيبة ازاي تمشي من غير ما تقولي انك هتمشي؟ قالت لها أنا أسفة، بس لما ما لقيتش أميرة ما فكرتش غير في حاجة واحدة، ان انا أدور على صاحبتي وأنقذها. ميس رحاب قالت خلاص أنا هسامحكم، وفي الوقت نفسه أنا مبسوطة جداً من حبيبة لأنها فكرت بذكاء. أميرة هنا قالت كلمة غريبة قوي، قالت أنا كنت فاكرة إن الموبايل بتاعي بيسموه الهاتف الذكي، لكن الحقيقة الهاتف ما كانش ذكي لأنه ما أنقذنيش، لا أنقذني من التعبان ولا أنقذني من إيه كمان؟ من الديب، ولا خلاني أعرف أوصل لمكان ميس رحاب والبنات. ميس رحاب قالت لها يا ولاد كلمة مهمة جداً، قالت لها الموبايل فعلاً هاتف ذكي، لكن أنت مش بتستعمليه بذكاء. يعني إيه تستعمليه بذكاء؟ يعني الموبايل اللي في إيدنا ده ممكن نقرأ عليه كتب، صح؟ ممكن نسمع عليه موسيقى، صح؟ ممكن نتفرج على أفلام علمية على الموبايل، صح؟ كل الحاجات اللي موجودة في الكتب ممكن نلاقيها فين؟ الموبايل. لكن إن إحنا طول الوقت نستخدم الموبايل بس في اللعب، ونحن نقعد نسمع موسيقى وأغاني وشات وألعاب، يبقى الموبايل كده ذكي؟ لا أبداً. كل الحاجات اللي حبيبة قريتها في الكتب موجودة
في الموبايل. بس انت يا أميرة اللي ما فكرتيش ابدا انك تستعمليه في الحاجات المفيدة. أميرة فعلا قالت معاكي حق يا مس رحاب، انا عرفت ان انا طول الوقت ده ما كنتش عارفة استخدم الموبايل بذكاء، وبعد كده فعلا هقسم الوقت ان انا اقرا شوية عليه وان انا اشوف افلام عليه واحاول ابقى زي حبيبة واتعلم موسيقى، لان النهاردة كمان اكتشفت أهمية الموسيقى، لولا الموسيقى ما كناش عرفنا نوصل لكم أو أنتوا عرفتوا توصلوا. يا سلام، رحلة ومغامرة مثيرة جداً النهاردة عشنا معاها مع حبيبة وأميرة وسر الحقيبة. عايز أعرف بقى من أصحابي إيه اللي عجبنا في قصة النهاردة ومغامرة النهاردة؟ الحبيبة ذكية وأنقذت صاحبتها. إيه أحلى حاجة عملتها حبيبة النهاردة بقى في القصة والمغامرة بتاعتنا دي؟ ايه اكتر تصرف عملته عجبكم؟ ان هي انقذت صاحبتها. برافو، انها انقذت صاحبتها، زمرت علشان مس رحاب تجيلها. بالظبط، انها عرفت في الوقت المناسب تلاقي حل ان مس رحاب والبنات يوصلوا لهم. وخلت التعبان يمشي، وانها خلت التعبان يمشي لما خبطت الحجرين في بعض. وايه كمان عملت؟ ايه كمان خلت الديب يمشي؟ عملت ايه عشان تخلي الديب يمشي بقى؟ شفتوا بقى كل الحاجات اللي عملتها حبيبة دي ازاي انقذتهم؟ ليه؟ لانها بتعمل ايه؟ بتقرا كتب، بتتفرج على افلام، وكمان بتتعلم العزف على الاله الموسيقيه بتاعتها اللي في الوقت المناسب قدرت انها تنقذها وتنقذ صديقتها اميره. اصحابي، دي كانت قصتنا ومغامرتنا النهارده، حبيبه وسر الحقيبه. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سماح. لعب الترابيزة بقى معانا النهاردة، ومعانا بقى هنشوف الأستاذة جاسي ولا الأستاذ حمزة اللي هيفوزوا في أول لعبة معانا. كل واحدة معاها بالونة، يلا بينا. وأنا أقول ريدي، تنفخوا البلالين، انفخوا، بقول ريدي ريدي ستادي، حدش بينفخ، انفخي يا جاسيكا، انفخي، جو. الله يا ابني، استنى أنا هعدلها لك، وأنا هعدلها لك، حلو يلا. الله يا ابني، هعدلها لك تاني، يلا. ها، انفخ انفخي، برافو يا ولد، ازاي عملتها دي؟ الله الله الله. ها، وقعت، انا هعدلها لك، يلا. الله يا بنتي، ده ايه الحرفنه دي؟ ده عندنا ليفل محترفين بقى، ده انتوا حفظتوا بقى نعمل ايه؟ ده انتوا جايين متدربين بقى. الله الله، حمزة في المرحلة الأخيرة، جاسي تحاول تدخل البلوك الأخير. برافو يا حمزة، برافو يا حمزة. حمزة الفريق الأصفر ينتصر ويضرب من جديد. تعالوا نشوف هنعمل إيه على نفس الترابيزة اللعبة التانية بتاعتنا. تاني لعبة ترابيزة معانا بقى، هنشوف الأستاذة فيكي ولا الأستاذة لينا اللي عرفوا يطلعوا كوباية زرقاء فوق بسرعة. كوباية كوباية، اللي هتعمل أكتر من كوباية هرجعها تاني من الأول. جاهزين؟ يلا ريدي ستيدي أند جو. يا بنتي جو. يا رب اللي من... أيوة كده، يلا يلا بسرعة، واحدة واحدة. أيوة برافو يا فيكي. لينا إيه؟ يا متأنية. ايوه كده بسرعه، قربت لينا. يلا يا فيكي، برافو يا فيكي. تركيز رهيب عند فيرونيكا، تركيز رهيب عند فيرونيكا. ليني ايه؟ لينا ايه؟ بص عليها ليه طيب؟ يا متأنيه يا واثقه. واحد، خلاص لينا. معلش معلش، بس كنتي شاطره يا فيرونيكا جدا. لينا هي اللي كسبت الفريق الاصفر لتاني مره على لعبه الترابيزه، بيكسب برضه. تعالوا نشوف هنعمل ايه في التالت. تالت لعبه ترابيزه، هنشوف بقى مين هيدخل اكبر عدد كور في اكبر عدد كوبايات. جاهزين؟ ريدي ستيدي اند جو. الله الله، الحمراء دخل، كانت دخل، كانت دخل. يلا بالراحه شويه يا حمزه. ايوه كده، في واحده صفرة دخلت.
ها واحدة وواحدة. الله اتنين واحد. بالراحة يا حموزة. بالراحة يا حمزة. ماشي. إيه يا بنت اللذينة. يلا. برافو والله. بس أنا معلش. ياي الفريق الأحمر بيكسب الحمد لله. تعليلي بقى تعليلي هنشوف آخر لعبة مين هيكسب فيها؟ إن شاء الله الفريق الأحمر ولا الفريق الأصفر وإيه؟ يبقى أنتوا كسبانين بس أنا عايزة تعادل. يلا بينا نشوف اللي بعده. جينا لآخر لعبة معانا لعبة الإكس أو والأستاذ حمزة هو اللي يعمل الووتر فليب والأستاذة فيرونيكا وأنتوا هتحطوا الإكس أو الأولى ودخلت. جاهزين؟ يلا يا فيكي على طول يلا. ما جاتش يلا يا حمزة ما جاتش يلا. الله حطي أو. ماشي. ماشي. يلا الله اخيرا اخيرا. ايوه بقى يا فيكي بقى مش ممكن اخيرا لقد فاز الفريق الاحمر والحمد لله رب العالمين. ما تزعلوش انتوا بتكسبوا من بدري في حاجات كتيره قوي جدا خالص. طب انتوا اتبسطتوا جدا النهارده ولا نص نص؟ جدا ولا نص نص؟ جدا 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 يعني. أوه. طب ايه رايكم نكمل بكره الجزء الثاني؟ ماشي ما تروحوش في حته عندنا جزء ثاني بكره مكملين فيه العاب وحاجات كتيره حلوه بس دلوقتي بنقول لهم ايه باي.